السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنحل دلوقتي تاسك 4 من البروجكت. طبعا تعديل بسيط بس على تاسك 3 اللي هو بيقول لي design a part of your program that will display the main menu for a user again until they choose exit. يعني تاني يرجع لي للمنيو الرئيسية اللي هي الاوبشنز 1 و2 و3 و4 لحد ما اضغط على رقم 4 هو الوحيد اللي خرجني اكزيت بره اللوب. طبعا ديت عباره عن وايل لوب بسيطه جدا، هبدا اضيف على الكود بتاعي اللي هو القديم. خلينا نشوف الكود. طبعا هنا الكود بتاعه ده البرنت العاديه خالص زي ما هي. هبدا احط بس التشويس قيمته 5 عشان يقدر يخش جوه اللوب. حطيت شرط اللوب امتى يخرج من اللوب؟ لما يكون التشويس يساوي 4 هيخرج من اللوب. طول ما هو لا يساوي الأربعة فهو موجود داخل اللوب. طيب جوه اللوب بيحصل ايه؟ طبعا بيطلع لي القائمة التعريفية بتاعت العادية خالص اللي فيها الفورست تشويس، تمام. وبعد كده هيقول لليوزر انتر او تشوز يور اوبشنز فروم ذا باف منيو، ويحول زي ما اتفقنا المتغير بتاعي بيبقى داخل سترينج هيحوله الى انتجر وابدا اختبر. لو كان التشويس بيساوي 1 هيبدا ينفذ داله البالانس عادي خالص ويطبع الناتج النهائي. لو كان 2 هيخش على الويلكم للاكسبنس منيو، لو كان 3 هيبقى الويلكم للانكم، اخر حاجه 4 هو ده اللي هيبقى اكزيت. وطبعا قال لي في الجزئيه بتاعه احنا ضايفينها مسبقا قبل كده من التاسك 3 كان بيقول لي ان لو دخل اي نمبر مش موجود في المنيو يطلع له ميستيك يقول له ان في خطا يعني، فهو احنا ضايفينها اساسا اوريدي من تاسك 3 هتبقى معانا. خلينا ننفذ كده ونشوف البرنامج معايا شغال ولا لا. المفروض هيرجع معايا. هبدا انفذ اهوت ران. هنا مديني القائمه اهو بيقول لي اختار التشويس بتاعك. لو اخترنا مثلا رقم 1 اللي هو البالانس هيقول لي دخل 250,000 اللي هو الاورد بتاعي، عندي 2100 في 6 شهور والثانيه 311 شهر. طبعا طلع لي البالانس، وبعد ما خلص على طول قام كاتب لي ايه؟ كاتب لي القائمه تاني وقال لي اكتب التشويس بتاعك. لو دخلت 2 طلع لي ويلكم للاكسبنس وعاد القائمه تاني. لو كتبت 3 برضه عمل لي اللي هو الانكم ويلكم تو انكم ورجع لي القائمه زي ما كانت. اخر حاجه لو اخترت اللي هو التشويس اللي هو 4 المفروض يعمل اكزيت. بس قبل ما اعمل اكزيت خلينا اختار رقم 6 مثلا، هيقول لي طبعا ايه رونج اوبشن نمبر. خلينا اختار بقى 4 المفروض هيعمل لي اكزيت من الكود بتاعه. طبعا هو نفس الكود اللي فات ببساطه، احنا كل اللي عملناه حولنا بس حطينا شرط الوايل لوب بحيث ان تنين البرنامج بتاعي في لوب على طول باستمرار ما يخرجش من اللوب الا اذا ضغطت على رقم 4 اللي هو اكزيت يخرج لبره الكود نهائي. ده الكود اهوت. توفيق.